يعني ما حصل في لبنان، خصوصا من الضربة المؤلمة التي نعم وصفها السيد حسن نصر الله لعناصر حزب الله وأيضا المدنيين، التي أدت إلى إحداث خسائر كبيرة في صفوف عناصر حزب الله وفي نفس الوقت المدنيين. أعتقد شكل ذلك جرس إنذار للجميع، وبالتالي عملية الاختراق الأمني التي حصلت لأجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكي نعم هي ربما ستكون بداية لمخاوف تطرح من قبل فصائل المقاومة أو عموما محور المقاومة، وبالتالي عليها في هذه المرحلة أن تتخذ إجراءات احتياطية أمنية كبيرة من أجل عدم تكرار سيناريو ما حصل في لبنان. أعتقد أن الأمر يختلف ما بين لبنان والعراق. الكيان الصهيوني يرى في حزب الله هو يشكل تهديدا أمنيا مباشرا على وجوده، وبالتالي أعتقد أن ما حصل في لبنان هو جزء من عملية الردع التي تحاول بها قيام الكيان الصهيوني لمقام من التهديد التي تشعر بها. وبالتالي أعتقد يعني من الصعب جدا في المرحلة القادمة أن يكون هناك استهداف نعم للعراق عن طريق الاختراق الأمني أو الإلكتروني. في نفس الوقت يعني أعتقد أن الإجراءات التي سوف تتخذ الأمنية سوف تحد من ذلك. أيضا في نفس الوقت أجهزة الموبايل المستخدمة هي ربما تختلف عن البيجر، وبالتالي بها منظومات حماية كبيرة من الصعب اختراقها. وهنالك ما زال الملف ما يتعلق بعملية البيجر وأيضا أجهزة اللاسلكي يكتنفها بعض الغموض عن الأسباب التي أدت إلى حصول هذه العملية من الناحية الفنية أو التقنية. هل أنه تم عملية التلاعب بموضوع تصنيع أجهزة البيجر في من قبل شركات وهمية وكلت من لهذا الغرض من أجل تصدير هذه الأجهزة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، وبالتالي حصل ما حصل في لبنان؟ أعتقد أن المرحلة القادمة سنشهد هنالك تصعيدا للمواجهة ما بين حزب الله وفي نفس الوقت ما بين الكيان الصهيوني، خصوصا أن نعم الكيان الصهيوني في هذه المرحلة بدأ يحشد قواته، وهو الآن يحشد تقريبا 6 فرق عسكرية ويقوم بعمليات طيب استباقية في داخل جنوب لبنان. نعم لا أعتقد أن العراق سيكون جزءا من المواجهة في هذه المرحلة مع بين الكيان طيب الصهيوني وأيضا حزب الله.